طب ما تقول لنا تشكيله كده. محمد هاني، ايوه، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، عمار حمدي. دول يعني اربعه، يعني كده موسيماني يلعب ورا اربعه، اربعه ما يلعبش ثلاثه. هو هيلعب بثلاثه في وجود حمدي فتحي. اعتقد ما فيش حد يقدر ينفذ يلعب اربعه اربعه. عمار حمدي جنب اليو ديانج، احمد عبد القادر وقفشه، وحسين الشحات وطاهر. تشكيل حلو برضه. والله تشكيل برضه، يعني ما يخلكش تبقى مقلق قوي طبعًا. ولكن ستظل برضه انت لما هو انت سامع بيني وبينك، هي برضه حسابيه لما تيجي تبص لها رؤوف، الموضوع صعب. يعني انا بفكر ايه، انا عندي 9 لاعبين مش موجودين ما بين اصابات وما بين تواجد في المنتخب، في نفس الوقت ما انا عندي مجموعه جيده جدا. ماشي، بس برضه انت الفتره اللي فاتت كلها يا كابتن اسلام انت في 8 9 لعيبه هم بيلعبوا. يعني في مثلا حسين الشحات بيقعد بيلعب، طاهر، ميكيسوني بيقعد بيلعب، عبد القادر، قفشه بيقعد بيلعب. يعني ده انت ما حطيتش ميكيسوني كمان؟ لا، انا حاطه، حطيته في ما انا حسين الشحات وقفشه وطاهر وعبد القادر. لا، مش حاطط مش حاطط. بس خلي بالك انت عندك برضه مباراه ممكن، يعني لازم عندك دكه، عندك بدائل واوراق رابحه بره. مفيش حد يمكن الوحيد الورقه اللي تبقى بره مثلا ميكيسوني. عندك زياد طارق، لو زياد وفخري يعني ومحمد اشرف، بس برضو كعناصر الخبرات برضو مش موجوده في ماتش صعب وماتش مهم زي كده. فهو ده الحل الامثل. يعني مش عارف ليه انا شايف زياد طارق برضو من اللاعبين اللي من الممكن ان يكون لهم دور. ملعب حلو وجمهور وبتاع، ولا ممكن يتخض الولد؟ يتخض ممكن يكون بديل. بديل، لكن يبدا ياخد على الاجواء الاول، ياخد على الاجواء وشويه بشويه ياخد رتم المباراه وقاعد على الدكه بره، لكن يبدا تبقى صعبه. هتبقى صعبه، تبقى صعبه. ممكن نراهن على جمهور الاهلي في المباراه دي نسبه 100%. مليون في الميه، مليون في الميه طبعا. يعني جمهور الاهلي ممكن يعوض غياب معظم اللعيبه الغايبه والاصابات، ممكن يبقى هو اللعيب رقم واحد في الملعب. طبعا هيفرق كتير. بس هي بدايه الماتش، يعني بدايه الماتش ان اللعيبه دي برضه في لعيبه كتيره تلاقيها تتخض اجواء كاس عالم وهتتخض شويه، لكن مع رتم الماتش هيعدي، هتلاقي الدنيا مشيت، هتلاقي الامور مشيت يعني.